خروج مصر المبكر من هذه البطولة كان يمثل لك مفاجأة، هل شاهدت أي من مباريات منتخب مصر خلال هذه البطولة؟ تقييمك للأداء لو شاهدت أي من المباريات، هل مصر كانت قدمت بطولة كبيرة وواجهت سوء حظ فقط أم لم تقدم بطولة كبيرة من وجهة نظرك؟ لا، المسألة ليست سوء حظ، ولكن علينا أن نعترف أن الكونغو فريق جيد وكان مستعدا بشكل أكبر للمباراة من الفريق المصري، وفي نهاية المطاف انتهت المباراة بركلات الترجيح التي ليس لها مقياس. ولكن في المجمل يجب أن نلاحظ أن مصر، يجب أن لا نغفل أن مصر بدأت البطولة بشكل سيء، بدأ الفريق مفتقدا لتركيزه وتماسكه المعتاد الذي رأيناه في المباريات في البطولات السابقة. الفريق المصري منذ البطولة وضع نفسه في موقف صعب وكانت الشكوك تحوم حوله. ومن سوء الحظ، الشيء الذي يمكن أن نقول عليه سوء حظ هو أن مصر خسرت محمد صلاح مبكرا في هذه البطولة، وهو بالتأكيد لاعب مؤثر وغيابه يؤثر على أداء المجموعة ككل.